ما حكم استخدام علم من علوم الحساب الذي يهتم بأمور حدثت في الماضي لاستخراج أمور؟ يقول ما حكم استخدام علم من علوم الحساب الذي يهتم بأمور حدثت في الماضي لاستحداث أمور قد تحدث في المستقبل أو لمعرفة أمور قد تحدث في المستقبل؟ لا يجوز هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، وما يحدث في المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. على المسلم يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفى، لست بحاجة إلى هالأمور هذه. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده بصيرا. فأنت توكل على الله ولا تخاف أبدا، من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.